إن ارتفعت أصوات المآذن إلا وتدفع السكان إلى الطرقات والشوارع لأداء شعائر صلاة العيد. محافظة الحديدة الساكنة على الرغم من كل الأوضاع التي تعيشها المحافظة تحت سطوة سلطة الأمر الواقع للميليشيا، إلا أن ذلك لم يمنع الأهالي من ممارسة حياتهم بشكلها الطبيعي في أولى أيام عيد الفطر المبارك. كعادة الأطفال في صباح كل عيد يلبسون حلتهم الجديدة ثم ينطلقون إلى الشوارع بحثا عن فرح غائب عنهم لمدة تزيد عن العام، حتى ولو كانت الظروف الصعبة حاليا لا تسمح لهم بذلك، ولكن في الحديدة ثمة أخيرا متسع من فرحة، وإن كانت منقوصة في هذه المدينة التي ورغم كل شيء ما تزال تقاوم صلف الجماعات الإنقلابية التي تحول مسؤولها للصفوف الأولى للدفاع عن مشروع الإنقلاب. تصفحت القلوب قبل الأكف والتقى الأطفال بالعيد بشفاه ضحكة وأمنيات بريئة وخطى طفولية تحاكي المناسبة التي يجب أن تأخذ وقتها في مدينة أثقلتها الميليشيا اللاعبة دور الحارس الأمين بينما تمعن في القتل والنهب والتدمير.